والصلاة والسلام على رسول الله. أحد الإخوة يسأل على مبرد الزيت النوعية هذه اللي هي موجودة في أغلبية السيارات، في اللاند روفر، في التويوتا، في عدة سيارات موجودة النوعية هذه متاع مبرد الزيت. وفي هل ترى نقدر نلغيها ولا لا؟ يعني نقدر نستغنى عليها ولا لا؟ تو باش نجاوبوه إن شاء الله ونعملوا عليها شرح، نفهم الساعة مبرد الزيت شنو هو، شنو هي مهمته. مبرد الزيت هو عبارة على قطعة يعني تدور مع الماء، يعني محطوطة في وسط الماء، يعني في مكان معين في دوران الماء، ويشتركوا في تشترك في التبريد هي والماء، يعني الزيت يبرد الماء والماء يبرد الزيت، يعني الاثنين يبدو متناغمين مع بعضهم. هل من المستحسن نلغوها ولا نخلوها؟ هو من المستحسن نخلوها لأن عندها مفعول كبير بالأخص في السيارات يعني الحديثة. إذا كانت اضطريت باش توقفها أو تلغيها، عندك يعني عدة خيارات. يعني في السيارات القديمة اللي لولا اللي جاي على برا مبرد الزيت جاي على برا، تقدر تلغيه بسهولة تامة، مفيش محط. يعني في النوعية القديمة سهل، يعني أمثال هذا، يعني هذه تقدر تلغيها بسهولة تامة، يعني ما فيش حتى إشكالية، يعني علاش عندها خراطيم تاع ماء برا، يعني سهلين نقدر نلغيها وتعملها اللي تحب أنت، يعني كما تحب أنت، لأنها ما فيش إشكالية تاع كونها هي تحتاج إلى ميكانيك ولا حل. لا، هي يعني تقدر هذه تلغيها بسهولة تامة وحدك، يعني حتى صاحب السيارة يلغيها وحده، يعني سهلة. فهم يعني حاولوا باش يطوروا باش أنت ما عادش تلغيها. علاش؟ لأن هي نقولها ضرورية للمحرك، فاحنا كنا نستسهلوا، الأغلبية نستسهلوا في كل البلدان، يعني مش حتى في البلدان العربية نستسهلوا كوننا نلغوها. هم طوروها وعملوها ما عادش تلغى، يعني حتى كانت تلغيها تسبب ضرر للمحرك، كانوا يلغوها على خاطر هي تتخلط الزيت مع الماء والماء مع الزيت، يعني فيها عندها شوي مشاكل. فهو النوعيه هذه الالمنيوم خاطر تقدر تتنقب. اما فما نوعيه نحاس مثل هذه صعب جدا باش تتنقب هذه، لان فما منها نوعيه نحاس وفما نوعيه اينوكس. الاله اللي تتنقب بسهوله تامه هي الالمنيوم، الالمنيوم تتنقب بسهوله تامه خاطر فيها يعني الرهيفة شوي. أما في النحاس والإينوكس صعبة شوي. ما هو طبعا فهم أخونا هو المشكلة اللي عنده، هل ترى يقدر يعمل فيه حل ولا لا؟ السائل الكريم حدد ليش شنو اللي حب يلغيها، علاش حب يلغيها ما قال ليش، يعني فقط قال نحب نلغيها. هي عنده أند روفر نشبه هذه كيف يعني فيها شبه كبير منها. إذا كان يحب يلغيها على خاطر هي تتخلط زيت وماء، لازم يشوف العيب منين الساعة قبل. أحيانا تكون هذه مسوسة، هذه كلها تكون مسوسة لأن الألمنيوم يسوس، ولهذا ما عادش يقدر يلغيها، لازم يغيرها، ما عادش عنده حل له، لأن هذه تتباع وحدها من غير الدخلان. إذا كان هو يشكي من سوس، من تسوس في الألمنيوم، راه ما عندوش حل إلا يركب واحدة أخرى جديدة أو مستعملة. وإذا كان عنده إشكالية في القطعة اللي هي جي هنا في المكان هذا اللي هي هذه مبدئيا يعني نقدر نعمل فيها حل ونلغوها، خاطر أن المسافة والسمك متاع المكان يسمح لنا مش نعمل فيها تيب أو جعبة. نجم نعمل تيب أو جعبة في مكان هذه بدل هذه. كيفاش نعمله؟ يا أما نمشي الخراط يفصل لنا قطعتين كما هذا اللي هما فيهم زبونات منها هذوم قطعتين كما هذوم، اثنين فوهات هذوما، يعني أماكن تاع دخول الزيت وخروجه. والأهمية متاع القطعة هذه راهي علاش ما تلغيها؟ لأنها مسؤول على توصيل الزيت من مكان إلى مكان. علاش ما نجموش نلغوها إلا ما نعملوا حل للمشكل متاع الزيت؟ لأن شفتوها هي هنا، هذه الجهة متاع الزيت اللي هي تجيب الزيت، تدخل من هنا الفلتر، يعني من جهة الزيت الفلتر، يدخل الزيت من جهة الفلتر
وعاود يخرج يمشي للموتور. يعني لو كان تحاول تسكرها هذه من جهتين في الحالة هذه أنت الموتور بشي يخرب والكرانك بشي يتكسر ويفسد، ونقول احنا تبيل الكوسينيه تاكلوا القشور يتاكلوا ويوقف الموتور يتحرق، يتحرق الموتور. هذا علاش ما نقدروش نستغنوا عليها نهائيا، لابد يا اما ناخذ واحده جديده كامله ونركبوها، يا اما نعملوا حل ما بين القطعتين هذوما، ما بين الاماكن هذوما الفوهتين هذوما لازم يكون فما حل. اذا كان كما قلت لك انا، اذا كان هو المشكل في الالومنيوم ما عندكش حل، واذا كان المشكل مش في الالومنيوم نقدر نجيبوا القطعتين هذوما اللي هما نقصوهم مثلا من القطعه النحاس هذه، القطعه النحاس هذه نجيبوها نقصوا منها القطعتين هذوما. القطعه هذه لابد من وجود حل يحل مكانها، لابد من قطعه تحل مكانها. شنو نعملوا؟ نقصوا القطعتين هذوما اللي هما راكبين في النحاس هذا، اذا كان المشكل ان هي هذه فيها مشكل او سوست او فيها اشكاليه، يعني وحاجة يعني مش نعملوها حاجة يعني وقتية ومش يعني رسمية، يعني ممكن اللي مش نعملوه ما يدومش برشا، كما خاطر هي السمك متاعها خشين برشا. شو نعمل؟ باش نجيبو جعبة أو خرطوم، أو نجيبو خرطوم نحاس كما هذا هكا، وباش نعملوه وصلة ما بين هذا وهذا، وصلة ما بين هذا وهذا، وصل ما بين هذه وهذه، باش يحل المكان، باش هو ياخذ الزيت من المكان هذا ياخذ المكان هذا. لابد من قطعه زي هذه اللي هي تحل المكان، محل المكان هذا ناخذوها، اما نعملوها كما قلت لكم نعملوها هنا من زوز طروف وخلوهم القدم هذوك الطروف القدم قصوهم ونعملوا بلاته وصله، وانا نخدموها عند الخراط، نعمل واحده كما هذه عند الخراط وواحده كما هذه عند الخراط قطعتين، ونربطوا مع من وسطهم جعبه نحاس. من الافضل يكون نحاس ولا يعني انوكس سمك خفيف، باش تقعد يعني تبرد الزيت كالعاده، يعني تنجم تبرد الزيت على الاقل تعاون حتى 20-30% في تبريد الزيت، تبريد الماء القطعه هذه، لين صاحب السياره غيرها. هذا الحل الوحيد فقط لا غير، لان لا يمكن الاستغناء عليها بتاتا كما السيارات، كما السيارات القديمه لابد، لان عندنا محتاجينها باش توصل الزيت من مكان لمكان، لان بشي افضل يدور الزيت في المحرك كامل. لو الغناها تصير مشكله في المحرك، المحرك ممكن يخرب ونخسروه. ولهذا من الافضل الانسان يغيرها جديده ويخليها كامله، ما يلقاش الا غلب ينجم يعمل العمليه هذه. والمسافه اللي موجوده هنا ما بين البلوك والقطعه هذه، ما بين البلوك نتاع المحرك والقطعه هذه، يعني تسمح بوجود جعبة كما هذه، بوجود تيب أو خرطوم كما هذا، يعني يعني المكان واسع ما يقلقش، أما ما خلوهاش بلاش. هذه العملية اللي يعني يمكن الإنسان باش يعملها، ما عندهاش حل آخر، أما الأفضل يغيرها. إن شاء الله نكون فسرت تفسير صحيح ويفيد الناس. إن شاء الله تنفعكم حركة هيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.